عندنا الافيدرين خلاص هذا هو الافيدرين. هنختار لفت او الرايت. اختار الرايت. شوف هنا لاحظ ايش بصير. صار في مدرياسز. حتاخذ السكيل مره ثانيه وتحسب كم ملي تحطه في النص زي ما اتفقنا. تحطه في النص وتبدا تحسب من اول واحد في الدائره الحمراء او البيوبل. هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تقريبا. هذا تقريبا برا يعني حوالي ثمانية تقريبا. نجرب اللايت ريفليكس. هذا هو ها ريسبونس. تغير شكل الريفليكس. طبعا الريفليكس هنا تحت المسطرة اذا تبغون نشيله. هذا هو هذا هو تغير صار له ريسبونس معناته نورمال لات ريفلكس. نغير ونشوف الكورنر ريفلكس. هذا هو استجاب ريسبونس معناته حتى هو نورمال. وتلاحظ ان اوكيلر تنشن او بريشر نورمال.